موجة برد قارصة غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام تؤثر على شمال المملكة، التفاصيل بعد قليل. اندفعت كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة من منطقة بلاد الشام نحو شمال الجزيرة العربية. انخفضت درجة الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية وكانت أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن اعتبارا من نهار اليوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء يتوقع أن يتدفق المزيد من الهواء القطبي. تنخفض درجة الحرارة بشكل إضافي، يتشكل الصقيع والجليد في مناطق واسعة من شمال المملكة وتسجل درجة الحرارة قيم قياسية نحن غير معتادون على تسجيلها في مثل هذا الوقت من العام. تفاصيل أكثر نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع درجة الحرارة السطحية المتوقعة من نهار اليوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء. يوم الاثنين هذه الكتلة الهوائية الباردة تتمركز إلى الشمال من المملكة العربية السعودية، تعمل على انخفاض على درجة الحرارة. درجة الحرارة في هذه المناطق أقل بكثير من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء يتشكل الصقيع والجليد في مناطق واسعة من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأيضا المرتفعات الجبلية من منطقة المدينة المنورة. لكن يوم الثلاثاء يتدفق المزيد من الهواء القطبي نحو المملكة. تتسع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية القطبية لتشمل عموم المنطقة الشمالية وصولا حتى حفر الباطن وأيضا أجزاء من شمال حائل. خلال ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر لتكون درجات الحرارة ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة من شمال المملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك موجة صقيع واسعة وأيضا موجة انجماد في بعض المناطق. أيضا درجات الحرارة الصفرية تلامس منطقة حفر الباطن أيضا القصيم وعموم الجبال أو عموم جبال منطقة المدينة المنورة. تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة لن تقتصر فقط على انخفاض على درجات الحرارة وتشكل الصقيع والجليد، بل ستكون أيضا على شكل تشكل لعاصفة رملية قوية متوقعة أن تتشكل على المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض وتتحرك باتجاه الجنوب. تفاصيلها نستعرضها بهذه الخريطة، حيث تهب رياح شمالية غربية مرافقة لهذه الكتلة الهوائية الباردة تكون نشطة السرعة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية من المملكة خلال ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء وصباح يوم الأربعاء. لكن اعتبارا من ساعات مساء يوم الأربعاء ومع تعمق الهواء القطبي أكثر، ستنشط الرياح الشمالية الغربية والشمالية الشرقية بشكل أكبر لتعمل على حدوث موجات غبارية وتشكل عاصفة رملية قوية ستتشكل على منطقة الإحساء جنوب منطقة الرياض وتتحرك باتجاه منطقة الربع الخالي وأيضا عموم المنطقة الجنوبية الغربية. خلال ساعات نهار يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في عموم منطقة الجزيرة العربية، تتراجع شدة الرياح لكن كمية الغبار لن تتراجع، بل ستبقى الأجواء مغبرة بشكل كبير في عموم منطقة الربع الخالي المنطقة الجنوبية الغربية وصولا حتى الأراضي اليمنية وأجزاء من سلطنة عمان. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية مع 21 درجة مئوية المحسوسة 20، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الثلاثاء أجواء مستقرة وحارة 34 إلى 17، يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس 11 درجة مئوية كفرق بين درجة الحرارة المقاسة يوم الأربعاء وأيضا درجة الحرارة المقاسة ليوم الثلاثاء. 23 درجة مئوية كحرارة العظمى يوم الأربعاء تنخفض الصغرى لتسجل 11 درجة مئوية مع نشاط واضح في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. يوم الخميس انخفاض واضح أيضا على درجة الحرارة 18 درجة مئوية كحرارة العظمى، أما الصغرى 7 درجات مئوية مع استمرار لنشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الثلاثاء، نبدأ شمالا أجواء باردة درجات حرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. تبوك 14 إلى 3، سكاك 14 إلى 4، وعرعر 14 إلى 3 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 27 إلى 15، جدة رياح نشطة وبحر مضطرب 26 إلى 18، مكة المكرمة 30 إلى 16، والطائف 25 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غير مستقرة في أبها 22 إلى 12، الباحة 21 إلى 11، وجازان زخات من الأمطار 30 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 32 إلى 19، حفر الباطن 24 إلى 10، والإحساء أجواء حارة مع 37 إلى 18 درجة مئوية.
أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 34 إلى 17، بريدة 24 إلى 11، وحائل 18 إلى 5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.